بسم الله الرحمن الرحيم. نتشكر الموقع النادور بريس خزياري راه تلقى ما مشي كسن الجامعة سكوسا از الشتيغرا طول دي الثمن صغا 70 درهم 75 درهم سكوسا ما مشي النوفا الصغا از الشتواتي غا 40 درهم 45 درهم مراتي غرايا الطاسي تغطيك 50 درهم سكوسا دين الاقبال تسن دراخي ودان زي مختلف المناطق زي الحسيمة امزورا قالسيف زي الناظور يعني ودان تسن دراخ الحمد لله وخا الزيتون دو قريرة سكوسا ولكن نتيش يعني إتيش النتيجة شنا هو غا حدا ديت سيارة المعصرة الكرامة زي 15/23 يطور سكوسا إتيش قندا مش عبد الغني ضيف الجحلي من تخيا الدريويش المهم نشر نشاطين الفلاحه يعني سواء الفلاحه الموسميه يعني سواء الزيتون يعني هاي الفلاحه متنوعه خو موسم الزيتون سكواسا خمس سنين من خالي غرا خو شي نتاس في وبوبري يعني غيسك يعني هو ديجن الثمن يعني وتصوادير اخر بالنسبه للطبقه الوسطى بودا غتصلبا ولكن مشكل الطبقه الفقيره لان الثمن يغرى الله حسن عون خو من داش غيني نتمنى الله سبحانه وتعالى ديري ونزار لان السبب من هي مار الجفاف ويجعلني يعني الخضر سنين نزاولو ونجعل الناس كواسا قلا نلغي الزيتون ويديشا يعني قلا الانتاج دروست واش راك الزيتون نش واش لا غاري الزيتونين وفي نفس الوقت الصاغ لان غير الكليان سواء صغن الزيتون عاود الكليان الزشت حاسس لي سكوسه الزيتون كيف سكوسه صغيخ 10 دراهم في نفس الوقت زنزخ 10 دراهم خو ماشي بالنسبه للدريوش خاص سكوسه الميلاد الحمد لله يعني 80 دي 100 ولكن خو الدريوش ماشي المقياس انهم راه يورو غادي توفى يعني غادي توفى الانتاج مليح يعني توفى شي قرصه ديال العرض الطاس لان خو الطلب موجود العرض والو لان يموش انا جان معروف ينس الزيتون وليس نشا مثال مكناس قرعه الصراغنا كار سيف اما الدريوش وزن ماضي يعني هذه شي قاصه هذه وفا هذه وفا يعني المستهلك منطقه كمر مشينا بالخصوص الزيتون الدريوش ولو انه قليل غاتشز الدريوش اصليه والباقي ما راه حار اما قاريه اما اما نكارسي اما المهم تزيد غا بس كواسا لا كواسا غالي من الدريوش.